I can take it off here myself. So go take a nap. هذا كان عندي مثله. براد بيت الأحمر شفتيه؟ ها الحصان. ايه وانا بدي اجيب مثله كمان. بلي ما بدي اكل. كلي يا انتي. عمي أنا رأيي تضل عندي هون كم يوم وما حدا يعرف وجودك خصوصا وفاء. لك إيه خليها شوي يعني تذوق طعم غيابك. وهاني في أمور الواحد لازم يكون قاسي فيها حتى تجاه نفسه. موضوع هاني تركه علي أنا بالضبط. ألو أهلين بابا. لا تركته ورجعت أنا على البيت. معقول يعني؟ يعني خرج اسأله أنت بدك ترجع على البيت وين رايح وين جاي. خلاص دق اسألي عنه يمكن يكون عند أمه عند رفيقه عند أخته ولا قلك استني شوي ما بتلاقي غير راجع لحاله على البيت. خلاص خلاص إذا حكاني راح أحكي معك وخبرك. ماشي حالي الله معك. قوم عمي قوم لا تقول شي بجامة من عندي.